مشاهدينا، أعود مرة أخرى للحديث عن موضوع جرف الصخر. ينضم إلي من الأنبار القيادي في تحالف عزم سالم مطر. سيد سالم، بداية مرحبا بك. أستاذ سالم، الكل يسأل عن حقيقة تطبيع الأوضاع في جرف الصخر، هل يمكن أن توضح لنا ما جرى خلال اليومين الماضيين وما تفاصيل خطة عودة الأهالي إلى هذه المدينة؟ شكرا جزيلا. حقيقة بالتأكيد بعد تضافر الجهود والعمل المستمر وجعل هذه القضية من ذات القضايا الأولوية في عملنا السياسي، وللأسف حقيقة هذه القضية أصبحت من أول القضايا اللي نحمل لها الهم الكبير اتجاه أهلنا في جرف الصخر. وبتضافر الجهود من قبل الشيخ خميس الخنجر وقيادات تحالف عزم وإيمانهم المطلق بالعمل على إرجاع أهلهم ورفع هذه المعاناة والتحاور والحوار مع الأطراف الأخرى، حقيقة اليوم يعني أثمرت بهذه الثمرة اللي نعتبرها بارقة أمل وأول الغيث قطرة بالتأكيد. فعندما دخل هذا الوفد متمثلا من أبناء العشائر الساكنة في منطقة جرف الصخر، بالتأكيد هذا أنطانا بارقة أمل وأيضا أنطانا دعم حقيقي للعمل وبمواصلة العمل السياسي و التشاوري مع الأطراف الأخرى من أجل إرجاع أبناء هذه المنطقة. أستاذ سالم، بالحديث عن بالتأكيد إرجاع الأهالي، هل هناك أي جدول زمني للعودة؟ وأيضا كم من الوقت سيستغرق إكمال تدقيق المواطنين أمنيا؟ نعم، بالتأكيد هناك يعني آلية عمل على إرجاع، آلية عمل منضبطة ومحكمة بين الأطراف للتفاهم على إرجاع العوائل. وبالتالي اليوم هذه اللجان المختصة أصبحت مهمتها يعني تهيئة الظروف البيئية والسكنية من أجل إرجاع العوائل. اللي أريد أقوله سيدي الكريم، هذه القضية قضية إنسانية بحتة، ما لها شغل بالجانب الانتخابي للأسف اللي حاولوا أن يستغلونها بعض الأطراف ويعكسون الجانب الانتخابي والدعائية الانتخابية. لكن اللي نقوله اليوم في تحالف عزم بأن هذه القضية قضية إنسانية بحتة، عمرها أكثر من 7 سنوات، عوائل مشردة، أطفال مشردة، شيب مشردة، شباب مشردة. فبالتالي اليوم مسؤوليتنا الإنسانية والإخلاقية التفاهم مع أصحاب الشأن من أجل إرجاع هذه العوائل. أما فيما يخص التوقيتات والآلية اللي ستتبع، بالتأكيد ستكون هناك الأجهزة الأمنية بالتعاون مع أبناء الحشد من أجل إرجاع وفلترة هذه التفاصيل وإرجاع أبناء هذه المنطقة. التوقيتات نعم مهمة اليوم أصبحت لنا، لكن يعني بداية أستاذ سالم، إذن لماذا تأخر الملف كل هذا الوقت؟ يعني هل هي أسباب سياسية أم فنية أم أمنية؟ نحن هنا نتحدث عن سنة ونصف من التحضيرات. نعم سيدي الكريم، الملف أمني بحت، الملف نعم صار ملف سياسي بحت خلال هذه الفترة، وخاصة بعد تحرير الجرف أصبح ملف سياسي لا يخفى على الجميع. لكن السؤال وين؟ السؤال من السياسيين عمل بشكل مباشر ودقيق على إنهاء هذا الملف؟ هنا يكمن السؤال. اللي نريد نقوله حقيقة بعد قدوم الشيخ خميس الخنجر إلى العراق أصبحت هذه القضية من أولوياته والشغل الشاغل بالنسبة له. فبالتالي عندما اليوم نجح في مع تضافر الجهود مع الشركاء في الحوار من أجل إنهاء هذه العقدة الرئيسية أمام أبناء هذه الناحية تضافرت الجهود. فبالتالي نعم أخذت 7 سنوات، لكن اليوم بدأنا منذ أول أمس بفضل الله فتح، خلينا نقول القفل اللي كان مسكر أمام أبناء هذه الناحية، ودخلوا وشافوا ورأوا بأعينهم، وهذا بالنسبة لنا بارقة أمل حقيقة. بعد هذا الوقت الطويل اللي ما استطاع سياسي أن يكمل أو يعمل على هذه القضية بشكل دقيق وبشكل حريص سابقا، اليوم نعم الشيخ خميس فضل الله تضافرت الجهود مع أخوانه ومع زملائه بتهيئة هذا الأمر من أجل إرجاع أبناء جرف الصخر. من الأنبار القيادي في تحالف عزم سالم مطر، سيد الكريم شكرا لك مرة أخرى.